أن هذه المرحلة التي تمر بها حسنية التقدير مرحلة دقيقة جدا، يعني مرحلة مفصلية في تاريخ الفريق، والذي عودنا منذ التاريخ أنه دائما كان يعيش استقرارا وهدوءا ويعطي الدروس في ذلك. وللأسف أننا عما يعيش اليوم يحدث في مصر. على كل حال لأننا نعتبر أن مدرسة حسنية التقدير مدرسة تعلمت فيها أنا شخصيا وكنت أحد تلامذتها، أطال الله عمر الحاج حسن بجديد وسعد الله أبو القاسم والفريق والسيفيست اللي كنشوف فيه الآن والله يرحم سيدي ميلو السيطاج والحاج إبراهيم، الناس اللي عشنا في المكسب ديال الحساوي، سي خالد عشنا وسافرنا جميع لإفريقيا وسافرنا للدول العربية وفزنا الحمد لله بالبطولتين، وسيدي نو بيان سير بريزوري ديالنا انذاك امين، وكنا فريق واحد، فريق كان داخل الميدان ولكن فريق كان خارج الميدان يعمل على نغمه واحده، كنا على قلب واحد، وهذا كان دائما يعني ماشي اسسنا انذاك ولكن بقينا الحسنيه بتعيش على هذا الايقاع، هذا ايقاع الهدوء والتعقل والحكمه كان دائما حاضر منذ التاسيس. لكن اليوم وانا قد لا اطيل في هذا الكلام لان غادي نعتبرها مرحله وغادي ندوز ان شاء الله مرحله صعبه، لان الحسنيه الان مسؤوله امام الامكانيات اللي كتوفر عليها من موارد بشريه بنيه تحتيه من لوجيستيك من امكانيات ماديه كذلك ومن كفاءات ورجالات اللي حاضرين ومنخرطين، يعني امام هذه الامكانيات ما مسموحش للحسنيه نهائيا ان تكون في وضع أقل ما يمكن أن يقال عليه أنه غير معقول. الحسنية يجب أن تخرج من هذا المنعطف بسرعة كبيرة جدا وأن تواجه المراحل القادمة إن شاء الله، ونحن نعيش مرحلة التوهج كرة القدم الوطنية، توهج على مستوى المنتخبات الحمد لله، العناية السامية للمحمد الملك محمد السادس نصره الله للرياضة وكرة القدم بالخصوص، العمل الجاد والجبار الذي يقوم به السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السي فوزي القجع، نجاحات الحمد لله ديال المنتخبات الوطنية لا الأول ولا النسوية ولا الإيديسات البارح اللي فازوا بالأولى مباريات كأس العالم، الحمد لله هذا التوهج الكبير، وكذلك الاستحقاقين الهامين اللي هما تنظيم كأس إفريقيا في 2025 وكأس العالم وما أدرك ما كأس العالم 2030. ففي ظل هذا الحمد لله هذه التوجهات المغربيه لا يمكن ان تكون حسنيه نشات ولا فوس نوت، بل حسنيه ستكون في صلب هذا التوهج وترفع الرايه ديال كره القدم عاليه بنتائجها وبدروسها وبامكانياتها. الحمد لله الملعب في المستوى العالي، مدن مرشحه لاستقبال مباريات كاس العالم، وكل هذا عندما نستحضره دفعنا اليوم أن نكون معكم. لنتجاوز بسرعة هذه المرحلة ونمضي قدما لمرحلة قادمة متميزة، وأنا على يقين تام بأن العائلة الحسنية كما كان الحال غادي تجمع الشمال. عائلة الحسنية عمرها ما كانت صعيبة وعمرها ما كانت فيها حزازات معينة. كيكون هذا التمرين بعض المرات الاختلاف كيقدر يحصل لكن ما كيطولش. علمت صباح اليوم بتقديم استقالة المكتب الحالي وأنا قادم لهذا الجمع العام، يجب أن أقول كلمة كذلك في المكتب الحالي. المكتب الحالي وضع سياسة، رسم سياسة ديالو ديال الأعمال، كذلك بدا المجهود، ما يمكنش نلخصو كيما بغيكون الحال، لا باش نشاطروا معايا الرأي ونقدروا نطويو هذه الصفحه بسرعه. كنتمنى انكم تكونوا على يد واحده، والمكتب الحالي والمنخرطين بيان سور اللي كاينين ينضموا كذلك لهذا الفريق اللي غادي يشتغل، وتكون يد واحده وترجع الحسنيه العائله الكبيره ديال الجمهور الامازيغي السوسي المغربي العالمي ان شاء الله مستقبلا. أتمنى لكم كل النجاح، كل التوفيق في أشغال هذا الجمع العام.
أتمنى لكم أن تتوفقوا بإذن الله في إخراج هذه اللجنة المؤقتة لنادي الاتحاد الرياضي حسنية أكادير بسرعة فائقة، لأن الوقت لا يرحم، الوقت لا يرحم الكل، والدورات تتوالى والصعوبات القادمة راها صعوبات. عفوا التحولات اللي كتعرفها كرة القدم، لا على مستوى القوانين ولا على مستوى الأنظمة، ولكن ليكزيجونس فينونسيير اللي كاينة حتى هي ماشي سهلة. وهذه مناسبة نشكر كذلك السي الحبيب سيدي على المجهود اللي قام به، قام هذا الراجل هذا مجهود كبير. عشت معاه مجموعة من المحطات والمكالمات الهاتفية والانتدابات فيما يخص التنقلات إلى آخره، والمشاهدة لله راه كانت تكمل من جيبه وخلوا بدا مبالغ مهمة جدا. أنا ما جيتش هنا باش ندير هاد الشهادات، وإنما هادو راه واقع. لا ولا لا، الحاج سيدي نور الحسي الحبيب عرفتو هو زبون ديالو في كاس، وأنا كليان ديالو في كونتوار أغريكول دي سوس. ودخلت عندو البيرو لقيت لي فان يوم عالقين ديال الحسنية، وكان دائما بعد كل أحد كيكتب داك العمود ديال لوبينيون، والدم ديال الحسنية كيجري في العروق ديالو. فسي الحبيب اشتغلنا مع جميع، عرفنا الأمانة ديالو، عرفنا حسن الخلق ديالو، التربية ديالو، وخا شي مرات تيتشمت ولكن الدنيا هي هادي، ولكن الطيبوبة ديالو اللي كتخليها داك الشيء. يعني الإنسان اللي تيكون ربي واحد التربية ديال الحسن النية وديال المعاملة ديال تنوي الخير في الجميع، ولكن الوقت بدات سي الحبيب. ولكن قال صبرتك تناجح الحمد لله بحال هكا بقى هكا. فهذه شهادة وأقل يمكن نقوله في حقك، نتمنى لك الصحة والعافية وطول العمر، تبقى دائما جنب الحسنية وفي عمق الحسنية وفي قلب الحسنية أكادير. شكرا لكم جميعا على الاتحاد، والحسنية راه في القلب. شكرا السي الرئيس بدوري ونيابة عن جميع المنخرطين الحاضرين. نتوجه بالشكر كذلك لجميع المكاتب للتسيير الذي حسن التأثير عبر أزمنة، ومن خلالها مكتب الحالي اللي ربما حسب السيد الرئيس المعلومة أصبحنا قدم سيقاته، ربما جرت الرياح ببعدة لم تشتهي السكون، من عمل عملا وأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر العامل كذلك. إذن شكرا لكل من بصم على بصمته لنادي حسنية أكادير. إذن كذلك نكون مسرعين في تنزيل هذا الجدول. النقطة الثالثة المصادقة على إقالة المكتب الوطني. إذن سواء الإخوان في القاعات اجمع كاين شي واحد اللي كاين يتابع الاخوان ما كيعطاش اجمع جمال كاين شي واحد اللي صوتو طويل بالصوت كاين شي واحد كاين ثاني اذا تمت المصادقه على النقطه الثالثه وهي اقاله المدير الفني. ننظر للنقطة الرابعة وهي انتخاب لجنة مكلفة بتصريف أعمال النادي وإعداد لجنة عام وانتخاب المكتب الجديد كما لها جميع الصلاحيات الممكنة لهذه اللجنة. إذا إخوان اللجنة إذا السي الرئيس يقترح أن نضيف واحد بيستاتيو. إذا
إذا كما قلت في النقطة ديال اللي خرجنا هي على جميع الصلاحيات الممكنة. برمج التاريخ والإعداد للجمع العام. إذا غادي نخدمو على الحسابات الوقت المناسب، حنا أول ميل اللي غادي نكتبو عليه هو ديال الإعداد للجمع العام. إذا آخر نقطة اللي بقات في الجولة الأعمال هي إلى بقية الولاء والإخلاص للسد العالي بالله. تفضل. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام على المقام العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي أعزكم الله، بمناسبة اختتام أشهر الجمع العام الاستثنائي للنادي الرياضي حسنية أكادير، يتشرف خادم الأعتاب الشريفة رئيس اللجنة المقررة لإعداد الجمع العام الاستثنائي للنادي أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي منخرطي ومكونات النادي أن يرفع إلى جلالتكم أصدق آيات الولاء والإخلاص مشفوعة باسم آيات الطاعة والوفاء، معبرين عن تأييدنا لجميع المبادرات التي تقومون بها من أجل الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية وتنمية بلادنا تحت المكانة المشرفة بين الأمم، مباركين كل الخطوات السديدة التي تخطوها جلالتكم في جميع المجالات لصالح البلاد والعباد، ومؤكدين على تعبئتنا الشاملة للسير بالنادي قدما نحو الأفاق الرحبة التي ما بدأتم تؤكدون عليها للنهوض بالرياضة والرياضيين. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الدفتر الحكيم، وأدامكم منبعا للفخر والمجد، وحقق على يديكم ما يصبو إليه شعبكم العظيم من رقي وسعدد، وأزدل على جلالتكم رداء الصحة والعافية، وبارك في عمركم، وأقر عينكم بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الجليل مولاي الحسن، وشد أزركم بشرفكم صاحب السمو.